ليترو ديال ليسونس ولا ديال المازوت وليتي كتربحو 40 ريال. هادشي جا في التقرير اللي داروا البرلمان. هادشي جا في التقرير اللي جابتو تلكان. هادشي اعترفتو به نتوما. اعترفتو به نتوما. جا في التقرير ديال لجنة المنافسة الأول اللي كان السي إدريس القراوي. وجا في التقرير ديال المنافسة الثاني من اللي جا السي رحو. ومشيتي لعندهم وتفاوضتي معاهم وخلصتي مليار و800 مليون عوض من 90 مليار ديال الدرهم اللي دار لكم السي إدريس القراوي اعترافا بانكم تواطأتم على الساكنه في المغرب ورفعتم الارباح بطريقه غير مشروعه. بمعنى عطلتم المنافسه. وكتردوا لي اللوم انا كتقول انت اللي كيف ندير نتخذ القرار؟ انا ما عرفش راسي بلديه. انا حرق الاسعار كتوقع المنافسه كتهبط الاثمان. واذا به وبالمناسبه كنذكر السي نزار بركه اللي كنحترمو وكنعاود نهنيه هنيته رسميا وكنهنيه علانيه كونه حاز ثقه حزب الاستقلال مره اخرى. كنذكرو بالوعد ديالو اللي قال قبل ما يدخل الحكومه باللي غادي يسقف الاسعار يسقف الارباح ديالو. الى حد الان باقي ما تسقفش هذا الشيء اللي زار. ولهذا شوف على الله عاوتاني دابا مادام وليتي عاوتاني امين عام وحدك باقي وزير شوف على الله واش دير هذه الحسنه هذه في الغرب. واش كتفهموا اش كنقول ولا كنعاود بحال الحمق. عيبها هذا عار مواطن في خطر وهذا عيبها هذا عار مواطن في خطر وهذا عيبها هذا عار مواطن وراء الخطاب ديالي اللي في خطاب ماشي 17 مليار ديال الدرهم يا بوحدك الله اعلم. بالمناسبه انا عاد فهمت واحد القضيه. انا بزاف كان كيسحبني ملي كنتي فرحان معنا بهذا الالغاء ديال المقصه. ولكن عاد فكرت باللي عطلتيني عام كنت غادي نحرر الأثمنة ديال المحروقات عام قبل وعطلتيني بسبب انكم في الستاسيونات ديالكم ديروا داك اللي فيها لوحات اللي كدير الاعتماد. ومشى معاك السي الوفا رحمه الله كيظهر درتيها بينا بجوج. بالمناسبه انا ما كنتش كنشك فيك ملي انت مطور وكتستعمل هذه الاساليب. ما انتبهت لك حتى القضيه ديال 54 مليار درهم اللي درتي معايا اخر المرحله ديالي الحكوميه. وانا ما كان عندي حتى مشكل باش نعطيها لك. ولكن تامرتي انت وواحد الوزير ديالك ودوختيني على من الله شنو قلتي لي. وملي هودنا لمجلس الحكومه داز داك الشيء وما كانش من الممكن نتراجعوا باش تاخذ انت 54 مليار ديال باش ما تاخذهاش وزاره الداخليه. ماشي انا اللي كنت غادي ناخذ حيت انا ما كنت كناخذ والو كرئيس ديال الحكومه كنت كنفوض في هذا الشيء هذا. ولكن بنادم اذا كان خايف كيبدا يدير الاساليب. وهذا الشيء راه معروف بالنسبه للناس اللي كانوا كيتابعوا الصحافه. انت السي رئيس الحكومه الناس ما كيتيقوش فيك. انا نقول لك واحد القضيه اجي غير كون صريح وتكلم مع الناس قول لهم الحقيقه. راه والله ما يواخذوا عليك الا ما خديتيش ما خديتيش. انت ربحتي الانتخابات لانك مشيتي كتوعد الناس قلتي رجال التعليم غادي تعطيكم 2500 درهم. قلتي للناس اللي عندهم 65 عام غنعطيكم 1000 درهم لواحد اللي ما عندوش التقدير الاجتماعي. قلتي رجال التعليم ما عطيتيهمش 2500 درهم وبالمناسبه ما عطيتيهمش 2500 درهم. رجال التعليم وقفوا في المدارس 3 شهور وباش وهذاك الشيء السبب ديالو انك درتي قانون اساسي جديد ما عجبهمش وهبطوا كاملين للشارع وخليتي لنا المدارس ديالنا والثانويات ديالنا والاعداديات ديالنا موقفين 3 شهور وفي الاخر حنيتي الراس وبدلتي القانون الاساسي وزدتيهم باش تحل المشكل. وملي اخويا انت عولت نازل من الاول. انت السي عزيز ما كتعرف لا تصالح لا تخاصم. لان لو كنتي كتعرف تخاصم
تبقى شاد في كلمتك وفي القانون الاساسي ديالك سجلتيه سجلتيه في الجريده الرسميه وسحبتيه وعاود عدلتيه. هذا ما كيوقعش هادشي الا في ظروف الخاصه. ماشي المشكله ديال الزياده، المشكله ديال هذا السيد هذا ما عندوش هاد الجوج، ما عندوش الثقه، عنده المال والمال ديال الدوله. الرجال بطبيعه الحال انتم ما كتشوفوش الرجال اللي جاب لينا، بمعنى الرجال والنساء هذوك بعدا ديال الحكومه اللي جاوا هو انا ما كنعرفهمش لحد الان. هاد النهار وحده منهم سلمات عليا قلت لهم شكون هذه؟ قال لي هذه وزيره الساحليه. علاش ما كنعرفوش؟ ما دار والو. كنعرف واحد خينا خلق لنا مشاكل مع المحامي، جا قال لك اسيدي بغا يدير العلاقات الرضائيه في المغرب. واقوك عباد الله، المغاربه اللي كانوا كيموتوا على العرض ديالهم، هذا باغي يخلي هذاك الشيء صوبه قدام الناس بالعلالي ولا هضرتي تمشي للحبس. علاش كتقلوا؟ وانتم واحد باغي يدير ديك الحكومه، ياك الحزب ديالو جرى عليه كان وصافي، الحزب ديالك جرى عليك وحش وسيرت انت بحال. ما كاينش الحياء في هذا الحكم. على كل حال اللي كيطلب العلاقات الرضائيه ما يمكنش يكون فيه الحياء. الله الله يرضى بنا وبيه. يا حصير قلتي المذاهب هذا عار، الأسرة في خطر. وهذا عيب هذا عار. غير خلينا غير قال الناس اللي عندهم 65 سنة وما عندهمش التغطية الاجتماعية غنعطيهم 1000 درهم. جاب لي السيد هذا الخبر وجاب لي الحساب، قال لي سعدي لها انت شو وجبه 65 سنه اللي ما عندهمش التغطيه الاجتماعيه غيعطيهم 1000 درهم للشهر، وجايب الرقم ديالو. ولا ضربتي 65 لا ضربتي 1000 درهم بالرقم ديال الناس اللي عندهم 65 ما عندهمش التغطيه الاجتماعيه كتلقى 22 مليار ديال الدرهم في العام. قلت لي هسي عزيز الا عطيتي لهاد الناس هاد 22 مليار ديال الدرهم انا غادي نخرج من السياسه. ما عطيتيهمش. جاء من اللي عطاه 10000 ريال، بالمناسبه سيدنا قال له تعطيه 10000 ريال على الاقل. هو دار 10000 ريال والسلام. بلاتي جاء وقال تما يهديك 10000 ريال للعائلات التي تعول اشخاصا مسنين. هذا دابا اش كيدير مع المغاربه؟ كيدوخ عليهم. هذا هو الدمشقي، قلتي غتعطيهم هما 1000 درهم، جيتي كتقول راه عطيت للعائلات ديالهم 10000 ريال. 10000 ريال كتقدم مع راجل كبير ولا امراه كبيره، خصوصا الا كان خاصها رعايه خاصه وخاصها الاشياء اللي بعض المرات ولاو كيحتاجوها الناس الكبار الى اخره. قبل ما ندخل معكم في التفاصيل، كل واحد كيعرف الناس الكبار شنو كيحتاجوا. اجي عند الناس وقول لهم المغاربه انا وعدتكم غنعطيكم 22 مليار درهم وما جابش الله، ما عنديش كيفاش ندير نعطيها لكم. دابا بغيتوني نبقى معاكم رئيس ديال الحكومه مبارك مسعود، ما بغيتونيش تمشي في حالي ترتاح ودرتاح. لا كتجي وتبقى تدخل وتخرج الهضره، الناس ما كيثقوش فيك. درتي التغطيه الاجتماعيه ما عندنا ما نقولوا، التغطيه الصحيه للمغاربه كلهم رغم الملاحظات اللي عندنا عليها، ولكن ما تتفهمش انت واحد القضيه. الدوله ملي كتعطي شي حاجه ما يمكنش واحد اخر يجي يحيدها. الدوله السي عايز دخلوش كانت مدخله 18 مليون ديال الناس في الرميد، 18 مليون كيمشي للمستشفى العمومي تيقول لهم انا مريض كيعالجوه ما تياخذوا منه لا 60 درهم لا 70 درهم. شي مرات كيكون ما عندهمش باش يعالجوه ولا ما عندهمش سكانير ولا ما عندهمش ليرام، كيمشي هو كيدبر على راسه. هاد 18 مليون تا هما حيدتيهم وقلتي غندخلهم في السجل الاجتماعي، غنعاود نسولهم واش عندك تليفون، واش عندك بارابول، واش عندك. كاين شي واحد اليوم في المغرب ما عندوش تليفون؟
الشر ما طالع والو، تليفون اللي طالع والمغاربه كلهم دايرين التليفون، ما يمكنش حنا نسولوا هذا السؤال. هذاك الانسان الفقير راه يمكن هو اللي محتاج التليفون بعدا غير كي كيتلف فيه الوقت شويه وتيخبي فيه داك الماء، داك الماء الحرمان اللي عنده. جي انت تبدا تسولو، انت جبتي 9.20 دوز، انت جبتي 9.50 ما تدوش، اش هذا الشيء؟ ولكن انا كان عندي الرميد، كان عندي، علاش تحيدوا لي؟ ما خصكش تحيدوا لي، خصك الناس ديال الرميد كلهم تدخلهم. دخل صحيح ماشي ما دخلش، دخل 10 د المليون و8 د المليون قال لهم سيروا تلعبوا. ودابا تيجيو لعندنا مساكين حالتهم الله اللي عالم بها، الباب الضاكر، انا كان عندي الرميد حيدوه لي، وقالوا لي لان ما عنديش الرقم. كيف الاراميل السخن اخنوش؟ شدك الاراميل؟ الاراميل انا اللي درتهم باذن من جلاله الملك. وما نرجعوا لجلاله الملك، لا كان عندكم شويه ديال الصبر وبقيتوا جالسين. الاراميل كانت الارمله كتاخذ 21000 ريال ولا 14000 ريال ولا 7000 ريال. قلتي حنا غنوحدوا هذا الشيء كامل، حيد لهم داك الشيء. اجي يا لاله عندك تليفون، عندك براد، عند ما عرفتش كيسولوهم بحال هاد الاسئله هادي، فهمتيني ولا لا؟ عندك البوطه، عندك دابا هذا كلام، عندك البوطه. طيب شحال غنعطيوك ارمله؟ 10000. فين مشات 11000 ريال؟ فين مشات 11000 ريال؟ دابا انت مازال ما كتفهمش السي عزيز باللي 11000 ريال بالنسبه للارمله في المغرب راه كتعيش بها 15 يوم و16 يوم. ولكن انت بالنسبه لك 11000 ريال ما كتبان لك كاع، فين غتبان لك؟ فين غتبان لك؟ انت الثروه ديالك رسميا ما عرفناش الحقيقه شناهي، تزادت 200 مليون دولار، بمعنى 200 مليار سنتيم، بمعنى 200000 مليون سنتيم في عام واحد. فين غتبان لك 11000 ريال اللي حيدت لديك المراه؟ المغاربه ملي كيشوفوك تدير هذا الشيء، غنقول لك واحد القضيه تيقني. سول الموظف يقول لك اسيدي حنا ما تعطيناش، خلي غير ديك الارمله داك الفلوس اللي كانت كتشد، او لا زيدها الا قدرتي. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ يظهر لي عيتي، اسمعوني مزيان. انت السيد رئيس الحكومه قلتي غتخدم لينا مليون واحد جداد، دازت عليك دابا عامين ونص، كيظهر لي فقدنا 180000 منصب شغل، فعوض ما نربحو خسرنا. فينا هي مليون؟ بغيت تعرف واحد القضيه، الناس الا كنتي انت انسان ليبرالي راس مالي، حنا قابلين، ولكن كيفاش تيفكروا؟ كان روزفلت الا باقي كنتذكر تيقول لهم انا نخرج الناس الصباح يتقبوا، يتقبوا الشانطي وفي العشيه يعاودوا يردوا داك التقبه يعاودوا يبنيوها ونخلصهم. كان خاصك تخرج الناس يخدموا، تقلب لهم على العمل، ماشي بحال الاوراش اللي مشيتي كتعطيه غير الناس ديالك وديال الحزب ديالك وديال الاقارب ديالهم وديال الاصدقاء ديالهم وديال، وخلق لنا مشكل. ماشي بحال الفرصه اللي مشيتي كتقول للناس غنعطيكم 10 المليون، دابا عندك 2000 واحد، 2000 واحد البارح ولا البارح جابوا لي رساله تيقولوا لك حنا وجدنا كل شيء وكرينا وخدينا الديون، وملي مشينا كنقول لهم يعطيونا 10 المليون اللي قلتي لينا، قال لك لا سالينا. واش غايديروا هادو؟ نقول لك غايمشيو هادو، غايمشيو للحبس اولا غايمشيو يتسلفوا ويخلصوا هادشي. واش هذه هي المشاريع ديالك؟ ما كتعرفش تشرح المشاريع ديالك. من الاول كون واضح ودير المتابعه، ولا شتي شي حاجه ماشي هي هذيك خرج نبه. راه الحكمه سي نزار اس، على كل حال اسي عزيز، راه الحكم راه ماشي هو كارني تشيك تعطيه لبعض المواقع الاجتماعيه باش يشتموا. بالمناسبه نقول لك واحد القضيه، انت شتي دعم الاله بكير غير تهنى، راه واخا تقول عليه اللي قلتي ما حدني، كنظن مزيان مع الله، ما حدني باقي مزيان مع الناس، راه واخا نموت الكلمات ديالي ستلاحقك. دابا
دابا الناس كيجيو لعندي تيقول لي سي بلال شتي من خليتينا معاك انت كان الخير والله يشهد على ما اقول معاك انت كان الخير وكان وهذا الشيء هذا تيقولوه حسين السي لانه كيخافوا الا قالوه توقع لهم مشاكل حتى هما ولهذا هو الثامن كان هو الاول رديتي هو الثامن بارك مسعود اسيدي وهنينا انت مشغول غير مع عبد الله مكيران عبد الله مكيران عبد الله انت السي الا كنتي كتبغي الناس والموظفين والشغيله وبالمناسبه كتقول حنا ما زدنا والو هذاك انت كذاب نحن زدنا انا زدت انا اللي رديت الموظفين حتى واحد فيهم ما عنده قل من 3000 درهم انت فتيني مبارك مسعود ما عندي ما نقول انا اللي زدت المتقاعدين ما بقى حتى واحد كياخذ دابا اكثر من قل من 1500 درهم كان فيهم اللي كياخذ 1400 درهم في 3 شهور دابا كياخذ 1500 درهم في الشهر حد ادنى للمتقاعدين في القطاع العام كنت غادي باش نزيد في القطاع الخاص طبعا جات المؤامره ديال البلوكاج انت وصاحبك ووقفات العمليه وهذاك الشيء انكم صحابكم راه تسالى باقي الحساب عند الله وباقي الا بغى الله سبحانه وتعالى بالمناسبه هذا السيد كيهضر مع هاد النقابات اللي متواطئ هو وياها وتيقول لهم بحال اللي زعما نجحنا في الحوار الاجتماعي هذا العام غنجحوا في الحوار الاجتماعي ملي غنعاود نقول لرئيس حكومه مره اخرى الحمد لله انه قال ان شاء الله كل ما قالش ان شاء الله كون كليناه وبقى فيا الحال انه كيتكلم على واحد الحاجه في المستقبل والمستقبل لا يعلمه الا الله جاب الله واحد الدري انت بوحدك اللي فيك الحيويه ها قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وثم ما عرفتي راسك واش غتنجح ولا واش غتبقى بعدا حي ولا لا واش غتنجح ولا لا ولا نجحتي واش سيدنا غيختارك ولا لا دابا تا سيدنا تا هو تجاوزتي القرار ديالو حشم شي شويه انا كنخاف تكون داك الشوافه اللي قالت لك 2017 انت اللي غتكون رئيس الحكومه الجاي تكون عاوتاني قالتها لك وين راه الشوافات ما تينجحوش دائما كيصدقوا مره وتيكذبوا 100 مره عندك تكون طحتي في ديك ال 100 مره الشركات اللي كانت كتربح اقل من 30 مليون في العام يلاه باش كانت كتخلص 10% قلتي غنوحدهم مع الاخرين رديت لهم 20% هذا توحيد هذا تعسف وظلم كنظنكم كنتي وفهمتيني الشركات ديالك ديال المحروقات كان خصها تخلص 40% في الضريبه بحال الابنان رديتي لها بوحدها 35% علاش؟ هي والناس اللي غادي يستثمروا في المغرب اكثر من مليار ونص ديال الدرهم علاش واش ما تتحشمش هذه الشركات ديال قول واخا جاتك الرغبه باش تحيد لهم 5% قول واحد انت شحال من حاجه والهضره علينا وكذا على الاقل نخليو هاد الشركات بحال الاخرى 40% ماشي 35% ولكن ما عندكش القوه النفسيه باش تاخذ بحال هاد القرارات طماع الدسي عزيز طماع مع انه عندك الحمد لله باش انت وولادك ولادك لا طول الله العمر ديالك وولادهم ولادهم الى ما لا يعلمه الا الله انت السي عزيز باغي تخلعنا بسيدنا وباغي تخبى مورا جيتي كتقول الدولة الاجتماعية هذا حتى واحد ما عنده الحق يهضر فيها الا جلاله الملك علاش هو قالها ليك قولها لينا سعد مبارك مسعود سيدنا قالها مبارك مسعود بقاش الهضره الدوله الاجتماعيه مبنيه على امور منها الرميد ياك شكون اللي بدا الرميد الاخوان لا اللي بدا الرميد هو السي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله وشكون اللي عمو؟ شكون اللي عمو على المغاربة؟ لا سيدنا ماشي ابن كيرة يا الله سيدي بقى نقول لكم هذا الشيء نقريه لكم إلى يوم القيامة الأرامل شكون اللي جابهم؟ هذه جبتيها بقادلة
انا كيسحبني نتوما هادشي حافظينه. لا خاصكم تبداو تقراو هادشي سي زويتن، قري الناس ديالنا، قريهم هادشي، بقاو عاونين عليه. هادي سيدنا ملي قلتها وقعت لي عراقيل. الحكومة ما بغاش هادشي يدوز، ماشي الحكومة لا، أصحاب العراقيل. واحد النهار سيدنا ملي كملنا اللقاء المجلس الوزاري دخلني معاه لواحد البيت، قال لي يا سي مكيران نوب دير داكشي ديال الأرامي اللي قلتي، وكان مسرور، هو عجبو الحال. قمت بس لي يديه وبكيت تعثرا، لان الارامل غادي يستافدوا، الارامل اللي ما عندهمش تغطيه اجتماعيه. هذا هو رئيس الحكومه اللي تيبغي البلاد وتيبغي الملك رئيس الحكومه اللي تيعاونوا. رئيس الحكومه السي عزيز، واش الملك هو الله؟ واش الملك تيعرف كل شيء وغادي يدير كل شيء بوحده؟ اذا لا حاجه اليك ولا الينا. الملك ماشي هو الله، الملك انسان هو تيقولها على راسه. قال لنا ملي قلنا له العام سيدي هذه القضية ديال القداسة ما خصهاش تبقى في الدستور، صارت لنا قال لنا القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك إنسان. هذا هو الملك ديالكم العظيم. ماشي هادو اللي باغيين كل شيء يلصقوه فيه، باش يتخباو موراه. سيدنا السي عزيز باغي رئيس حكومة اللي يعاونو، ماشي اللي يتخبى موراه. اللي يهنيه من المشاكل جا كيسول، قال لهم فينا هي الثروه. ها هي واحد تشوفوا، انت كتشوفوا عايز اخنوش ومن شابهه. جا تيقول انا تيشتفوا لي الناس المشاكل ديالهم، يمكن لي نحل المشاكل ديالهم، ولكن الحكومه خصها هي اللي تقوم بهذا الشيء. جا واحد المره للبرلمان وطلب من المقرئ ان يقرا ايه تخجلنا، هي الدليل على انكم لا تسمعوا. سيدنا بغى رئيس حكومه وحكومه قويين اللي يوقفوا في وجه الفساد، واللي يصلحوا العداله، ويصلحوا التعليم، ويصلحوا الصحه، ويصلحوا. انت شنو درتي؟ جيتي درتي معركه خاسره مع رجال التعليم، دام 3 أشهر ضيعت اولادنا، ثم بعد ذلك اعطيتهم ما اعطيتهم وتراجعت الى الوراء. ودابا اعطيتي الموظفين بصحتهم وراحتهم. الحمد لله الامكانيات يبدو كاينه، واخا دابا كتبيع عرفتي شنو هي كتبيع ممتلكات الدوله؟ بمعنى ان الممتلكات اللي عندنا كياخذوا الفلوس من بحال لاسي دي جي وتيكريوها وتيبداو تيعطيوها لاسي دي جي وتيبداو يخلصوا لها الكار. مزيان. ولكن هذوك الفلوس خاصك تعرف فين غادي ديرهم، وتاخذوا المديونيه. هذه عامين خذوا فيها 140 مليار ديال الدرهم، وصلوا لواحد النسبه اللي عمرنا ما وصلنا لها ملي كنا حنايا. بلا ما نتكلموا على المشاكل اللي خلق المقاول، المقاول الذاتي هذا دارت الحكومات السابقه وكان ناجح. اش داك لواحد الحاجه نجحت بدات تقيس فيها. خاصك تعرفوا الاخوان ملي تكون شي حاجه حتى في حياتكم، تكون شي حاجه كتمشى خليها. إلا ما كانش عندك شي طريقة باش تحسنها خليها طرونكيل. مشاو دابا المقاول الذاتي كرا الضربة. هاد القضية ديال المراجعة ديال المؤشر، كاين الناس صفطوا لهم خدوا 10,000 ريال 3 شهور، قال لهم ردوها. عرفتي اش قالت لي الوالدة ديالي؟ قالت لي ما كيعطيو يندم غير ولد الخادم. واخا ما بقاوش عندنا الخدم في المغرب، ولكن هذه العقليه باقيه عندنا مع الاسف الشديد. واش كتفهموني؟ قال لي قول لي يا سعدي الا ما فهمناك حتى انت عاد فهم امك. فهم. السيد رئيس الحكومه وحشم شي شويه ملي جات حليه المياه ديال الدار البيضاء، ما تدخلش فيها انت يا بارك عليك داك الشيء اللي عندك، شي دخلتي ديتيها واشياء اخرى بلا ما نتكلموا عليها. الغاز ديال تندرارا والى اخره. السيد رئيس الحكومه كتجي كتخطب علينا ساعتين ونص، وكتمشي للتلفزيون تهضر معنا ساعه وربع ولا شحال، ساعه ونص، وكتجيب الوزير ديالك، وكتجيب يعني الماجورين ديالك في الصحه والى اخره. ولكن الواقع لا يرتفع.
الشركات تزداد إفلاسا. وهذا العام هذا حسب التخطيط 14,000 شركة غادية في الاتجاه ديال جبتي ناس الجماعات المحلية ما قدوش يديروا حتى برنامج. قال له فخر عليهم وسقفوا من تحتين هو يضربوا. قال له نوض الله يخليك، لا قراية لا حفاظة لا فهامة. كون كنتي حافظ كون قلتي فخر عليهم وسقفوا من فوقهم، كون كنتي فاهم كون عرفتي بلي السقف الفوق ماشي للتحت. انت هذه ما فهمتي واش. السيد رئيس الحكومة، كاين عندك فئات في المجتمع حقوقها ضائعة، بحال الناس اللي كيشتغلوا في الحراسة وما كيديروا لهمش لا سي ان اس اس. هادو خصك تعالج الموضوع وتشوف علاش ما كيديروا لهمش لا سي ان اس اس، تيخدموا 12 ساعة في النهار. الناس ديال النقل اللي كانوا هنايا كيشتكيو، واحد العدد ديال الجهات عندها الإمكانيات ما كتبغيش تعطي للناس الحقوق ديالهم. ابدأ بهؤلاء. السيد رئيس الحكومة، أنا ملي كنت رئيس ديال الحكومة كان عندي واحد المنطق، لماذا لا تعملوا به؟ كنت كنقول الناس اللي قويين يسو سون سيرفي، خداو فرنساويين عندهم هذه الكلمة زوينة يعني تهلاو في ريوسهم بالدارجة. الناس اللي قادرين يشاغبوا عليهم تعطى لهم شويه باش يسكتوا. شكون اللي خلص هذا الشيء كله؟ الناس اللي لتحت. هاد الناس اللي لتحت السي عزيز، انا دابا انت دابا باقي رئيس الحكومه، الله يعاونك، حنا والله ما نتمناو لك الا الخير، بغيناك تنجح، الا نجحتي غننجحوا معاك، غينجح معاك البلاد، ولكن الشيء اللي كنشوفوا ما عجبناش. اهتم بالناس اللي لتحت. هذوك اللي ملي كيتزاد ماشي اللحم غير في العدس. البارح جاني ميساج من عند واحد المعارض شرس، كان عندي معارض شرس، راه دار هاد الايامات فيديو كيعتذر ليا فيه، قال لي السعب الى العدس نقص من وقتك من 8 درهم لدابا 20 درهم، والحمص شحال؟ 25. ايوا يمكن انا ما ضربتش الارقام. وقال لي وقال لي الحمص انتقل من 12 درهم دابا 28 درهم. هاد الناس كياكلوا السي عزيز بالدرجة الأولى العدس والحمص وما شابههما إلى القهوة وإلى وشي مرات كياكلوا شوية ديال الدجاج. مشات المرة ديالي عند واحد مول الدجاج، جا واحد السيد قال له أعطيني 120 ريال ديال الدجاج. هاد الناس هما اللي خصك تفكر فيهم باش المغربي يشعر بالاعتزاز، يشعر بالكرامة، يبغي بلاده. أنا نقول لك واحد القضية، شتي أنا وهاد الناس اللي قدامي اللي عنده 40 و50 فما فوق هادو تهنى منهم، ولكن كاين شباب جيد ما عاشوش في البرار، ما عاشوش في البوادي، عاشو كيشوفوا. خاصهم اللي يكبروا يكون عندهم الحق في الحد الأدنى. الحد الأدنى السي عزيز ماشي هو 2000 درهم ولا 2500 درهم، الحد الأدنى هو يكون عنده دار نقية فيها المرحاض وفيها الدوش، ماشي يبقى يتسنى المرحاض مع 6 و7 ديال الجيران وهو ساكن في غرفه وحده هو وبا وامه و7 ديال الدراري. ورا المنصه الحد الادنى هو يلقى واحد الاكل معقول بالنسبه لهذا الزمان. داز ذاك الوقت اللي كان بنادم كينوض يمشي للخدمه بلا فطور ولا يمشي للقرايه بلا فطور وياكل مره في النهار ولا ما ياكلش. دابا الانسان ولف وتيشوف الماكله من الانواع والالوان. المواطن ديال اليوم كيطلب يكون عنده واحد الوسيله ديال النقل ولو بسيطه. هذا هو المواطن ديال هذا الزمان اللي غادي يكون غدا وبعد غدا. خاصك توجد له انت الاولين، رديتونا الاخرين بارك الله. بقيتي كديروا في المؤامرات حتى وصلتونا للمرتبه الثامنه بارك الله. هذه هي الحقيقه هي هذه. وطيب ولكن ما قتلتوناش. بغيتوا تقتلونا تفضلوا. بغيتوا تقتلونا تفضلوا. ولكن راه ما غتحيدوا لناش الحق ديالنا في الكلام. وبالمناسبه حزب العداله والتنميه واخا هو الثامن، هو الاول في البرلمان في المعارضه وهو الاول في البرلمان بغض النظر على الحزب الاول اللي عنده رئاسه الحكومه. ولا بغيتوا تدخلوا تشوفوا غير الاعلام اش داير مع حزب العداله والتنميه ومع عبد الله بن كيران، بحال انا هو اللي نمي بوبليك نيميرو 1 بطبيعه الحال.
لان بالفلوس قدرتي تشري كل شيء السي عزيز، ولكن الفلوس ما كافينش، خاصك اول من قبل كل شيء الثقه، ثم الرجال ثم الاموال. هل الاموال عندك؟ لكن ما عندك لا الرجال لا الثقه. السي عزيز انا نختم لك بواحد القضيه، حنايا عرب ومسلمين، واخا ماشي كلنا عرب، ماشي كلنا اصلنا عربي، ولكن ما كاينش انسان امازيغي ولا شلح اللي ما كاينش عارفش براسو باللي هو والفلسطينيين ذات واحده. والموقف ديال الحكومه ديالنا لحد الان ماشي في المستوى، ورحنا ولينا كنحشموا. علاش؟ لان الناس ما هما لا عرب نصارى لا دينيين في امريكا وفي اوروبا وفي سائر الدول يناصرون اخواننا الفلسطينيين ويعني يضحون بانفسهم، ومنهم من ذهب الى السجن وربما منهم من قتل. فانا باغي نقول لك دير مجهودك، انا عارف الصلاحيات ديالك، ولكن انت مقرب دير مجهودك باش المغرب بحال اللي قال سيدنا، قال بالنسبه لي فلسطين بحال الاقاليم الجنوبيه، بحال الصحراء المغربيه، واذا ولادها بحال. ودابا ما بقاش القتال مع حماس، دابا العزل كيتقتلوا قدام الاعين ديالنا، كيجوعوهم حتى ولاو تياكلوا الماكله ديال الحيوانات، كيخليوهم العطش، ما تيخليهمش يتعالجوا، تيطيحوا لهم المستشفيات ديالهم، داكشي اللي كيعيشوا ما عارف فيه غير الله. على الاقل تكلم انت شويه وقول داك وزير الخارجيه ديالك يتكلم. كاين المغرب الحمد لله ماشي ما كيدير والو، ولكن هادشي اللي كيديروا ما كافيناش. وبغيت نقول لكم الاخوان حتى انتم هادشي ديال الاخوان ديالنا الفلسطينيين ما تقصروش بدي. الحمد لله في بلادنا عندك الحق دير مظاهره اللي بغيتي، ديروا المظاهرات، خرجوا في المظاهرات العشرات ديال الالاف اللي ما قدرتوش تخرجوا الملايين، ماشي مظاهره فيها 300 ولا 400 ديال الناس. المظاهرات اعطيو الفلوس، ما تقولوا لي اش ما نعطيهم السي عبد الاله، اللي يبغى يعطي غادي يعرف لمن يعطي. اعطيو الفلوس يوصلوا للاخوان ديالكم، ما كيوصلش داكشي بسهوله، ولكن كيوصل. تحركوا، راه هادشي هذا والله العظيم ما بقيت كنخاف دابا لا من الخجل لا من والو، كنخاف يسولنا الله على هادشي. اش غنقولوا لك؟ وما عندناش جواب، بقي لنا ان نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يحفظ اخواننا وينصرهم، لان هادشي اللي داروا هاد الاخوان ديال حماس وهاد الاخوان الفلسطينيين معجزات، ماشي معجزه واحده، معجزات بعضها فوق بعض، كتحنت العالم السياسه الدوليه، وغادي تغير الوضعيه ديال القضيه الفلسطينيه، وستكون الدوله الفلسطينيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.